أنا مريم بن صلاح الدين التميمي، ولد صلاح الدين الكشك، رئيس حزب القراصنة التونسي. سي محمد يعمل في الدياليز، عنده 40 سنة مريض بالسكر، عنده بطاقة معاق، فهمتني؟ يعمل في الدياليز. سي محمد السكر في عينه مراش، عنده عين مراش بها بالكل، وعين يطش بها طشين. تو كي نقوم نقف نوريك البارح حين كي سيبته هكا تشاشه كي ضربت في راسه ما يراش، سقيه من جمش يمشي بيهم. لويه ساكته فرد مره مريض من الاول. توا شهرين التالي بابا انا مانيش في الدار، جاني استدعاء، جاني استدعاء وانا مانيش في الدار. يعطيوه الاستدعاء للجار، ما عمرني ما نعرفه، عمرني الجار ما نعرفه، جاي صيف. عملوا لي تليفون، انا هما عملوا تليفون وانا هذا التليفون. قالوا لي في التليفون، قلت له شكون معايا؟ قالوا انت مدامك شك. قلت لهم انا مدامك شك. قالوا لي احنا مركز العوينه نستدعوا فيك. قلت له ليه بس تستدعى فيا؟ قالوا لي فيما يخص ولدك نسالوك على ولدك. في الحديث نحسبك حد الحديث هنا. يتوى نهار 9 في الشهر، نهار 9 في الشهر هذا اكتوبر، نهار 9 في الشهر عمك محمد مازال كيزاز من الدياليز، مازال كيزاز، مازال كيشدينو زاز. دخل والباب دق دقه ترعب، قلبي يطيح. دار حل الباب، حل الباب، نلقاو اربع رجال سيفيل، اربع رجال. قالوا انت محمد كشك؟ قالوا انا محمد كشك. قالوا اعطيني بطاقه تعريف، كلام من عنده بطاقه تعريف. وهبطوا بيه وليدي يجريوا. طبست انا من الفيراندا هيك كيما طبست لكم تو، نلقى زوز كراهب كات فواكات طاروا في عجاجه، عشان ريحتهم عباره على عمليه اختطاف. كان الراجل خطفه وراني قعدت ندور قعدت ندور ما نعرفش باش نعمل. بعد ساعتين جاني الراجل، جاني حالته الصحيه حارجه، في حاله ستيريا كبيره. وراجل من اللي جاي هو هكاك قال لي اللي راهو هزوني للمركز نتاع الحرس اللي في بنزرت، هزوني للمركز نتاع حرس، وقال لي راهو من اللي دخلته ما يسالوا فيا صلاح وقتش خرج لفرنسا. عندكش نسخه متا باسبور متا صلاح؟ عندكش نسخه متا بطاقه تعريف متا صلاح؟ صلاح شكون عطاه التاشيره متا الحزب؟ وكيفاش خرج لفرنسا؟ يعني اكدوا يعاودوا كيفاش خرج لفرنسا. وقالوا له اسمع مش تقول على خطر يعني ولدك في فرنسا، انت قلت لنا ولدك في فرنسا ما نجموش نجيبوك، راهو نجي ونهزوك. قال لهم انا حالتي ما تسمحش يعني باش نجيكم ونمشي ونجي. قالوا له صحح الراجل ما يراش، ما يراش، كيفاش يصحح؟ علاش باش يصحح؟ خاف منهم صح. اسئله اللي ديما تتعاود بابا هيدهم تو ثلاث مرات انا نقولهم لك. يقولوا له صلاح كيفاش خرج؟ وشكون عطاه التاشيره نتاع الحزب؟ وعطيه عندكش نسخه نتاع بطاقه التعريف؟ عندكش نسخه نتاع باسبور؟ ولدك يسب في الداخليه، ولدك يسب في وزاره الداخليه ويسب فينا احنا. هذا خويا هذو سؤالات تافهه، سؤالات ما عندها حتى معنى. ولدي عمره 31 سنه، كيفاش انا باش ناخذ مسؤوليته؟ هو يتحمل مسؤوليته ولا لا؟ انا باش نتحمل مسؤوليه ولدي؟ ولدي راجل، ولدي سياسي، ولدي تبع في السياسه، يذيقوا فينا احنا، يغسروا فينا احنا في غسره ما نتصورهاش، ما نعرفش علاش. ولدي خرج اموره قانونيه ومشي وسالو بالفيزا نتاعو خرج نورمال. انا شنو اللي عملت ولا هيك شنو اللي عمل؟ ماشيين جايين يقلقوا فيا، عليه؟